بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. وقلنا إن هذا فيه بيان الحكمة من تشريع الطهارة بالماء أو بالتراب عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، أن من الحدثين الأصغر والأكبر أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التشريع العظيم رفع الحرج عن المسلمين. وهكذا ديننا ولله الحمد ليس فيه حرج، وإنما هو دين السماحة واليسر والسهولة في تشريعاته وأحكامه. ولكن يريد ليطهركم، يريد سبحانه وتعالى بأمركم باستعمال الماء واستعمال الصعيد بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، أراد بذلك التيسير على عباده، حتى أنه إذا فقد الماء وفقد التراب والصعيد والغبار الطيب فإنه يصلي قبل خروج الوقت، يصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، يريد سبحانه ليتم نعمته عليكم فيجمع لكم بين الطهارة وبين التيسير، وهذا من كمال نعمته على عباده، حيث شرع لهم ما يطهرهم من ماء أو تراب، وهذا متيسر لكل أحد، هذا متيسر لكل أحد، إن وجد الماء فبها وإن لم يجد الماء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عنده طهوره، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الوسطية بين دين اليهود المتشدد في الطهارة ودين النصارى المتساهل في الطهارة، حتى أنهم يتقربون إلى الله بالنجاسات واستعمال النجاسات، وهذا من تحريفهم وتبديلهم. وهذا الدين ولله الحمد دين الوسط والاعتدال واليسر ورفع الحرج. لعلكم تشكرون، ذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمته وفضله علينا بما شرعه لنا من التيسير وأداء العبادة لأجل أن نشكره سبحانه وتعالى. والشكر هو الثناء على الله
بنعمته، ويكون باللسان التحدث بالنعمة، ويكون بالقلب بالاعتراف بها باطنا، ويكون بالعمل وهو استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يكون شكرا لله سبحانه وتعالى، فالشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، ولا بد أن تتوفر هذه الثلاثة، فهي أركان الشكر لا يتم إلا بها. ثم نعود إلى هذه الآية الكريمة لنستجلي منها ما يتيسر من الأحكام، فنقول: وبالله التوفيق، يؤخذ من هذه الآية عظمة هذه الصلاة من بين سائر العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لها ما لم يشرعه لغيرها، وذلك بالطهارة، والطهارة تكون من الحدث وتكون من النجاسة وتكون في البقعة، تكون في طهارة من الحدث وطهارة البدن من النجاسة وطهارة البقعة التي يصلي فيها. وكذلك شرع لها القيام، إذا قمتم إلى الصلاة شرع لها القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة الفريضة. أما النافلة فإنها تصح من الجالس، فإن كان له عذر فله أجر كامل، وإن كان من غير عذر فله نصف الأجر كما جاء في الحديث. ثم إن الله سبحانه وتعالى سهل في صفة الصلاة على حسب حالة الإنسان، فالمريض يصلي قاعدا، أي يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وأيضا المسافر يقصر الصلاة إلى ركعتين، والخائف يصلي على حسب حاله صلاة الخوف. فهذا من تعظيم هذه الصلاة، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل المسلم ثابتا، فإنه يصليها على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم أيضا يؤخذ من هذه الصلاة أن الإيمان بالله جل وعلا يقتضي العمل، فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، بل لا بد من العمل مع الإيمان. ولهذا يقول علماء السلف وأئمة أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم يؤخذ من هذه الآية أن التطهر إنما يجب عند إرادة الصلاة لا عند دخول الوقت، قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة.
لم يربط هذا بدخول الوقت. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.